الو. الو، ايوه، ازيك يا وسام؟ الحمد لله تمام. اتعرف بيكي؟ سلمى. سلمى كم سنه؟ 21. مرتبطه؟ متجوزه وعندي بنت. ربنا يخليها لك. متجوزه عن حب ولا جواز تقليدي؟ عن حب للاسف. ليه للاسف؟ لان خاين. طيب احنا النهارده بنتكلم عن البجاحه. ما هو خاين وبجح للاسف برضه. طب احكي لي بقى اللي حصل. انه رمضان اللي فات ده جه في يوم قال لي عاوز اقعد اتكلم معاك شويه. قلت له تمام. قعدنا اتكلمنا، قال لي بصي انا دلوقتي في واحده في حياتي وهتجوزها. طبعا اتصدمت، قلت له ازاي ومين دي؟ واحده معاه في الشغل، كان لسه نازل شغل جديد، هو شغال في محل حلواني بياع يعني. كان لسه نازل الشغل ده بقاله ما كملش شهر. والست اللي شغاله معاه دي عندها 36 سنه ومطلقه ومعاها 4 عيال. البنتين الكبار تقريبا من سني، فاضل لهم سنه ويتجوزوا. قال لي انا بحبها وهتجوزها. قلت له لا انا مش موافقه. قال لي خلاص الكلام ده عدى وقت. قلت له يعني ايه؟ قال لي انا اتجوزتها خلاص. طبعا ما سكتش وكبرت الموضوع. قال لي الموضوع ده ما يطلعش برانا ومحدش يعرفه، ولا مامتك ولا اي حد من عندي في البيت. ده على اساس ايه يعني انك هتداري عليه مثلا؟ ليه؟ ان انا ما عشان الموضوع ايه ما يكبرش يعني، فانا عاوزك ومش هطلقك. قلت له لا انا الكلام ده مش هينفع، هطلقني. قال لي لا انا بحبك. قلت له بتحبني فين الحب ده؟ قال لي والله انت اثرتي معايا في حاجات كتير، وانا لقيت اللي يعوض لي الحاجات دي بره. قلت له اثرت معاك في حاجه وانا مش واخده بالي؟ تكلمني، تقعد تتكلم معايا. لكن مين دي؟ وده هو عنده 24 سنه يعني، وهي عندها 36 سنه. ما سكتش وعرفت مامته وعرفت مامتي. وتاني يوم بقى الكلام ده كان تقريبا يوم خميس، تاني يوم لا خليها هي تكلمني اللي هي اللي عايز يتجوزها. وازيك يا حبيبتي انا ضريتك وبتاعه كده؟ لا كلمتني قالت لي انا عاوزه اتكلم معاكي شويه، وانا طبعا جمدت اعصابي. قلت لها ايه الكلام اللي احنا هنتكلم فيه مع بعض؟ قالت لي انا عاوزه احط ايدي في ايدك وارجع لك جوزك واعرفك ايه المداخل وايه الحاجات مثلا اللي انت مقصره فيها انا اقول لك عليها. قلت لها ده بعد ايه؟ بعد ما اتجوزتيه؟ قلت لي الجواز ده حاجه بتاعت ربنا، انا والله عايزه ارجعه لك. انا كنت عارفه قبل كده برضو واحد متجوز ورجعته برضو لمراته وبيته وصلحته. لا هي ست خيره يعني، هي بتتجوزهم عشان ترجعهم لجوازهم. ايوه والله بسم الله ما شاء الله. انت مصلحه اجتماعيه يعني. قالت لي يا ست ما تعرفيش الخير فين، مش يمكن ربنا جعلني سبب ان انا ارجعكم لبعض؟ ونعم السبب. خلصت معاه الكلام، واليوم ده كنت عند مامتي ومش عايز مش عارفه اتكلم مع مامتي في اي حاجه. بس ماما خدت بالها وبصراحه ما عرفتش اسكت. عرفت مامتي ورحنا لمامتي والموضوع كبر، ومامته كلمته قالت له انت دلوقتي بتبيع مراتك وبنتك، بتشتري بيها مراتك وبنتك؟ قال لها والله انا كنت بقالي فتره كبيره تعبان ومحدش حاسس بيا، ووقت ما انا اخد خطوات لراحتي بتحاسبوني؟ لو حاسبها كده انا هعمل كده. انا الست دي دلوقتي بقت في حياتي وهي مش هتطلع من حياتي. الموضوع طبعا مامته عرفت اهله كلهم وقعدوا اتكلموا معايا. لا الموضوع فعلا بيكبر وهيبقى فيه طلاق وانا مش هقبل بالوضع. رجع وقال خلاص الموضوع ده انتهى. انا كنت عامل فيلم وعامل حوار. ازاي بقى اذا كانت هي قالت لك هي اتجوزته الجواز بتاع ربنا وبتاع؟ ما هو قال بقى رجع تاني ما متفق معاه، هو فعلا ما اتجوزهاش بس هي بتقول على كلامه عشان ما تطلعهوش كذاب. رجع قال انا كنت عامل فيلم وهي كانت متفقه معايا عشان خاطر انا اتغير. الموضوع خلص وعدت فتره وانت كنت محتاجه تتغيري في ايه؟ يعني انت كنت مهمله ومقصره في ايه؟ دي حقيقه. انا لما ببقى شايفه نفسي غلطانه في حاجه بقول انا فعلا يمكن كنت مهمله شويه في البيت. جت عليا فتره كده كنت سارحه وكنت مع نفسي، بس فقت. مفيش مشكله يعني، البني ادم بيغلط، والواحد لما بيغلط بيعترف بغلطه، دي حاجه مش عيب. جينا بعدها بفتره برضو كبيره، كان نايم في الاوضه، دخلت عليه لقيت موبايله جنبه منور ومسجل رقمها بماي لاف وكاتبها وبعتاله مجين وعليهم قلوب حمر. طب وبعدين؟ برضو ما سكتش. انت لسه بتكلمها؟ قال لي ما بقول لك ايه،
بعلاقات شغل، اي حاجه تخصني على تليفوني مالكيش علاقه بيها، انت عيشي معايا بما يرضي الله احسن. قلت له انت اللي فاهمك كلمه بما يرضي الله غلط، ظلمك. وصلتوا في النهايه انتوا اتطلقتوا ولا ايه؟ احنا كنا هنتطلق، ومامته قالت له هي هتلم حاجتها من البيت وهتمشي. رجع تاني وقال لا خلاص، ضحك عليا تاني. طب وماي لاف دي هيعمل فيها ايه؟ ايه؟ وماي لاف اللي عنده على التليفون دي هيعمل فيها ايه؟ اما هو بعد ما مامته قالت له كده قال لها انا خلاص سبتها والموضوع خلص وخلاص ما فيش حاجه، وانا هرجع هسيب المكان اللي انا شغال فيه معاها ده. وفعلا سابه، لان هو كان بيبات بره البيت، كان بيبات قال لي انا ببات في الشغل، وكان واخد شقه جنب المكان اللي هو قاعد فيه ده، لان هي برضه بيتها جنب المكان ده. وطبعا كانت هي اللي دفعه له التامين بتاع الشقه دي، لان هي طبعا مبسوطه ومعاها فلوس كتير، وكانت دفعه له التامين، وكانت بتروح تقعد معاه فيها، تحضر له فطار، تغسل له هدوم، وكان طبعا طول الوقت سايبني وقاعد هناك. ست خدومه. اه ساب المكان ده وساب الشقه، وجاب كان واخد هدوم كتير ليه هناك، سابها ورجع وقال لي انا والله ما اتجوزتها وسبتها، وهو سبت الشغل ورجعت تاني اشتغل من البيت للشغل ومن الشغل للبيت. برضو اتفاجئ بعدها انه ما سابهاش ولسه معاه. طب انتوا ايه العلاقه بينكم دلوقتي؟ قال لي والله احنا ما فيش بينا اي حاجه دلوقتي، انا عرفتها ان انا ماليش في سكه جواز وان انا مش هتجوزها، احنا كل اللي بينا دلوقتي شغل. الست دي عندها علاقات بناس تقيله، ناس يعني مبسوطه، وناس هتفتح محلات وكده، فهتزق معاها ان هي تشغل، توقعوا معاها في شغلانه كويسه ياخد منها مرتب عالي. نظير شغل كل. ايوه نظير ايه؟ هتوقعوا معاها؟ سالته قال لي هي يا ستي كتر خيرها، انا كده كده عرفتها ان انا سكتي من الزواج. اه يعني سكتي صحوبيه. اه قال لي ولسه الموضوع ده كان لحد اول امبارح، كنا عند مامته وكان برضو كل. وانتي اقتنعتي بالموضوع ده وخلص كده خلاص؟ انا مش مقتنعه. انا مش مقتنعه بحاجه، ومامته قالت لي خلاص بقى عيشي، ومش هو بيقول لك شغل. اه بقى خلاص خلاص. وانا طبعا كل ما بتصل عليه بلاقيه انتظار، بطلت اساله انت بتكلم مين، لاني عارفه ان هو بيكلم. كنت على طول اقول له انت بتكلم، هيقول لي بس بتقول لي على مستجدات الشغل، بتقول لي على المستجدات بتاعه العلاقات اللي هي تعرفها، الناس هتفتح محل وهو هيبقى مدير بتاعه. اه ان هو عاوز يقول لي انا كل اللي انا بعمله ده ليكوا، ولا انا بعمله ده مش هيبقى. بص يا بنت الناس، الراجل اللي ياكل لقمته شمال يبقى راجل شمال. انا بس عايز اقول لك على حاجه، معلش ما انا بقولها لك بصراحه، الراجل اللي ياكل لقمته شمال يبقى راجل شمال. يا اسام قال قدام مامته اول امبارح، الكلام ده مش بعيد، اول امبارح برضه المشكله كبرت تاني. قال لها يا ستي انا اعرف 10 ستات، لو انا اعرف 10 ستات وهم دول اللي هيوصلوني يبقى حاجه، هبقى معاهم ونعم الاخلاق. ايه ده؟ بسم الله ما شاء الله. مع انه يا اسامه انا بساعده، يعني انا والدي متوفي، انا عندي معاش والدي، وفي رزق تاني برضو بيجي لي، الناس عارفين ان انا يتيمه، والدي متوفي، بيجي لي دخل 2000 جنيه في الشهر، وهو مرتبه 3000 جنيه، ما يفتحوش بيت يا اسامه، يفتحوا بيتين مش بيت. انت محتاج ايه؟ موفره لك كل حاجه، الشقه معلش اللي احنا قاعدين فيها مامته اللي جايبها له، ايجار قديم انا اللي بدفع ايجارها، والله يا اسام انا اللي بدفع الايجار. بصي كل دي تفاصيل غريبه، انا بس مش هو ده الموضوع. الموضوع ببساطه مطلقه ان الراجل اللي يعمل اي حاجه شمال علشان يشتغل وعلشان يكسب ممكن يعمل اي حاجه. ده مش راجل، سوري يعني بكل احترام وتقدير، يعني مش راجل، يعني الراجل المحترم يكسب لقمته بعرق جبينه بشرف، ما يكسبهاش من تحت كتف واحدة ست هيعمل معاها علاقة علشان تسلك له شغل في الحتة الفلانية. دي لا أخلاق ولا رجولة ولا مجدعة ولا أي حاجة. يعني احنا كنا بنتكلم عن الراجل بجح، ده منتهى البجاحة. أنا آسف جدا أقول لحضرتك كده.